إذا ما بنقبل ومنسلم الأمير عثمان العرش رح يقتلوه لديلبر. أنا عم حاول خلي ذوالفقار يدلنا على مكانها. آخ يا قاسم، مسكتيني من الإيد اللي بتوجعني. شو رح نعمل؟ خليك عم تضغط على ذوالفقار، بركي بيحكي، وأنا حخلي رجالي يدوروا عليها، بركي بنسمع لنا خبر يوصلنا لدلبر. بوعدك ساوي كل اللازم للاقيها، بس بركي ما لقيناها. مستحيل داوود، المفروض نلاقيها، وبعدين إذا بنتراجع خطوة واحدة رح يقضوا علينا كلنا، ولهيك لازم نتخلص من كل الأمراء واليوم قبل بكرة، حتى لو ضحينا بديلبر؟ ايه، ما في حل تاني يا داوود، نحن مجبورين. سلطانة، كيف بتعملي هيك؟ كيف بتضحي فيها؟ ديلبر بتكون بنتك. مصطفى هو المهم، انت فكر يا داوود، نفكر إذا قبلنا بشروطهم رح يتركونا وما رح يأذونا؟ لا، أنا متأكدة رح يخلصوا علينا. لساتك عم تشتغلي لصالح قسم، ما هيك؟ هالحكي مو مزبوط يا سلطانة، ما في هيك شيء. دواء مصطفى انت بدلتيه، انت بدلتيه. اليوم لما اجيتي على غرفتي انت يلي بدلتيه. انتوا عم تفتروا علي. صدقيني سلطانة انا ما عملت هيك. جنات خرسي، هذا الحكي ما رح اصدقه. قولي ديلبر وين؟ احكي. ديلبر انا ما بعرف يا سلطانة، ما عندي اي فكرة، اقسم بالله، اقسم لك ما بعرف. اليوم بالليل رح يموت ناس كتير، وانا رح ابلش فيكي اول وحدة. لا يا سلطانة. يا حراس، اجا وقت الحساب. لا 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 تعملي هيك سلطانة، سلطانة أنا ما عملت شيء يا سلطانة، لا 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 أنا ما عملت شيء، ما عملت شيء، اتركوني أنا مالي ذنب، اتركني، قلت لك اتركني مالي ذنب، اتركني، بعد عني، أنا والله ما دخلني بشيء، بعد عني. جنات؟